انا نسولك وتجاوبني بصراحه. صراحه ما كاين الصراحه، دير فيا ما بغيتي اليوم. لا لا حاشا، سولتيني علاش حتى ضعفت عاد عيطي لي. لقيت دابا فين ستاسيوني. كاين اللي فاجاتي وكاين اللي صدمتيه بالشكل الجديد ديالك. مال سعيد الناصري ما بقاش كيسول عليك. مثلا كلمة ديال 160 كيلو هي اللي كانت ممثلة. لا لا خاصني نصرخو ملي غنجيب. ايوا هي تشفر ولا قولي اودي تمثيل مهنة بعيدة عليا، تعترفي بالأمر الواقع. فراسك واحد القضية كنموت على مسمومي. الممثلين ما بغاوش تبغيهم بزاز. هو سعيد المصيري. بقى فيك الحال. وي وقلتها وب بحرقة. ماشي ضروري نبكيو لله كريمة. كنقولي شوف اخويا سعيد، انا ما عنديش مشكل ديال تعطيني القد والقد ولا مشرى اهريش. كانت هي من صديقاتي ما كتحيدش من عندي من الدار. فين هي دابا؟ ما بقاش كتصور فيا كاع نهائيا. لا بغاوني نشتغل، بغاوني بهذاك الشكل نعاود نردو. يمكنش هانا ضعافيت. ايوا فين هما الادوار؟ نتوما شادين الدعم وتنهبوا وتشدوا الاوسمه وديروا لا بون بروميير وما نكونش فيها انا ولاعبه لا يعقل. ما يحيدوش ليا الدور. علاش تحيد ليا الدور؟ هذا سابوتاج. دابا ملي وليت نتصل به ولا كيطفي عليا التليفون. المهم ستوب.